محمد النبطي الكاتب العام الوطني لمنظمة جمع شمس الصحراوي الملكيين عبر العالم. أولا كنشكر بعداك الإخوان اللي جاوا تيديروا معنا هذا اللقاء، ومن هذا المنبر نتمن ونؤيد القرار الملكي لصاحب الجلالة محمد السادس نصر الله على ما اتخذه. وحنا كنعرفوا القرارات الحكيمة ديال صاحب الجلالة دائما تتعطي الأكل ديالها، والدليل وأنه أكبر دولة الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بمغربية الصحراء وستفتح قنصلية لها في الداخل. هذا دليل على أن توجه وقضية الصحراء المغربية قضية معروفة، والعالم كله بدا كينتبه على أنهم عصابات اللي في الحقيقة في الجزائر وكتجندهم من أجل أولاً من أجل كما تنقولوا بلطجية، باش تجي مجموعة ديال البلطجية من مالي ومن دول ديال الساحل وتحبس طريق، وحتى الأمم المتحدة ما تلاش بغات تسمع ليها. هذا دليل على أن هذه العصابة معناه بأن غادية في واحد التوجه اللي كتهدد السلم العالمي، وبالتالي المغرب ضبط النفس ديالو لمدة طويلة، وبذلك خاد القرار الحكيم أنه تدخل وتدخل حكيم اللي شات به جميع الدول العظمى. وهذا دليل على أنه المغرب غادي في التوجه ديالو، والقضية الصحراء ديال المغربية قضية اللي واضحة للجميع والشعب وراء صاحب الجلالة. اليوم نحن كمواطنين وكمواطنات جد سعداء وسعيدات بالقرار الأمريكي الذي ينص على مغربية الصحراء. واليوم نحن في هذه الوقفة تتمينا لبلاغ الديوان الملكي، فالصحراء مغربية وستظل مغربية. حنين إبراهيم عضو بمنظمة جمع شمل الصحراء الملكيين بالعالم. اليوم حنايا واقفين كنناشطين مع القرار الملكي، القرار الملكي اللي دار لنا واحد الفرحه قويه بزاف عن الصحراء المغربيه. وبالمناسبه كنرحبوا بالولايات المتحده الامريكيه باعتراف ديالها عن الصحراء المغربيه، وبالسفاره اللي غادا تكون ان شاء الله بمدينه الداخلة. الحمد لله وصلنا اللي كنا كنتظروا ليه سنين وسنين، ونتظروا حتى الاباء ديالنا والجدود ديالنا. احنا اليوم رحنا في واحد الخطوه اللي سالت انتهى الكلام عن الصحراء مغربيه وتبقى مغربيه الى الابد ان شاء الله.